طيب جماعة، بدنا نفتتح الجلسة الأخيرة في المؤتمر، فخذوا مقاعدكم، كل واحد يحملها ممكن نبدأ؟ طيب، الجلسة الأخيرة في المؤتمر سوف تناقش موضوع هل تقيم اللغتان العربية والعبرية علاقات عدائية؟ طبعاً بسبب أزمة الوقت اللي دخلنا فيها في المؤتمر، فطبعاً يعني كمان بسبب اعتذار الدكتور رباح حلبي عن الحضور للمشاركة، فأنا بدي أطلب من كل محاضر الالتزام بالوقت في المحاضرة من خلال أنه نعطي كل محاضرة مدة 15 دقيقة لكي يعني نلتزم بالوقت المحدد لإنهاء المؤتمر. ولكن يعني قبل ما أدعو المحاضرين لإلقاء مداخلاتهم، فبحب هيك أعطي فقط ملاحظة واحدة على موضوع المؤتمر اللي هو العربية لغة في عين العاصفة. وفي هذا السياق يعني أنا بحب أقول إنه في خلال كل محاضرات المؤتمر والجلسات في المؤتمر تم التركيز كثيرا على السياق الإسرائيلي في اللغة العربية، سواء من خلال تأثير العبرية على اللغة العربية، تدريس اللغة العربية في المدارس العربية واليهودية، والعلاقات المتبادلة بين اللغة العربية وما إلى ذلك. كان في تركيز كامل جدا على السياق الإسرائيلي في بحث اللغة العربية، وفي اعتقادي كان هنالك في إهمال كبير جدا إلى درجة التجاهل للمحيط الثقافي العربي للغة العربية. وفي هذا السياق اعتقادي أنه إشكالية اللغة العربية في إسرائيل هي ليست إشكالية لغوية بالأساس، وإنما إشكالية ثقافية بالأساس لها علاقة بمجمل أزمة الثقافة العربية في داخل إسرائيل. وأحد التحديات التي تواجه اللغة العربية هو ليس تحدي اللغة العبرية بالأساس، ربما كان هذا في الماضي، ولكن أحد تحديات اللغة العربية هو ليس اللغة العبرية. أنا أعتقد اللغة العبرية لم تعد تشكل تحديا كبيرا كما كانت في الماضي، ولكن احد تحديات اللغه العربيه هو انقطاع الثقافه العربيه، انقطاع الثقافه العربيه في اسرائيل عن المحيط الثقافي والحضاري العربي الاسلامي في العالم العربي. وفي اعتقاد جزء من نغمه العدائيه التي قد نسمعها من بعض المثقفين العرب للمحيط الحضاري الاسلامي بكل ما يحمل هذا المحيط من موروث حضاري ومن إنتاج معرفي تراثي وآني، هو جزء منه هو اختزال الثقافة العربية في السياق الإسرائيلي. الثقافة العربية أو اللغة العربية في العالم العربي هي لغة معرفي، هنالك إنتاج ثقافي عربي راقي جدا في العالم العربي، هنالك محاولات لإنتاج معرفي باللغة العربية في كل المجالات وفي كل الأنساق المعرفية، ولكن هنالك انقطاع للثقافة العربية في داخل إسرائيل عن المحيط الحضاري العربي والإسلامي عن الخارج. وأنا اعتقادي أنه أي حديث عن نهضة عربية، نهضة اللغة العربية ونهضة الثقافة العربية في داخل إسرائيل بانقطاع عن المحيط الثقافي والحضاري الإسلامي بكل ما يحمل هذا الموروث الحضاري الإسلامي في العالم العربي، فإن أي هذا حديث لن يؤدي إلى الخروج من إشكال اللغة العربية واللي هي جزء من إشكال الثقافة العربية في داخل إسرائيل. المحاضرة الأولى هي الدكتورة سيجال جوجي من جامعة بن غوريون في النقب وكلية أحفا، تقدم محاضرة بعنوان بين لغة أمي العربية وشقيقتها العبرية، لغتان متكاملتان غير متخاصمتين. فتتفضل. طبعا ربع ساعة.
اولا اريد ان اشكر دكتور يوناتان מנדל על דעותי للاشتراك في هذا المؤتمر الاول من نوعه في اسرائيل. ستكون محاضرتي اليوم مختلفه عن محاضرات اخرى القيها, وليس هذا لانها لا تلقى باللغه العبريه او الانجليزيه, بل بسبب مضمونها. لا يكون كلامي اليوم كلاما كتب على خلفيه بحث, ولكن ستلقى المحاضره من خلال تجربه شخصيه في الحياه على ضوء التقاء اللغتين العبريه والعربيه. ولدت في اسرائيل, لوالديني نزحا من العراق في السبعينات من القرن الماضي, ولهذا فمن الطبيعي ان لغه امي كانت اللغه العربيه. لذلك فالجمله الاولى التي اذكر انني سمعتها باللغه العبريه كانت: نحن عولين خدشيم, اننا قادمون جدد. سالت امي اولاد العماره التي كنا نسكن فيها: لماذا لا تلعبون, لماذا لا يلعبون معي؟ فاجابت احدى البنات: ان السبب يكمن في حقيقه انني اتكلم باللغه العربيه فقط ولا اتكلم بالعبريه. הבת שלך מדברת רק ערבית. בינתוקי תחקי בלוגה ערבית פקט. בעדה אני דרקתו מענה הזה לכלם. נתלק מני בסוט עלן ווואסיקן. ג'וואבו לדי אתקורו כאוול ג'ומלה קולטוה בלוגה עברייה. כאן הזה ג'וואבי להזה אלבינט. לא נכון, אני יודעת עברית. לסתי על החק, אני עריפו לעברייה. قلت هذه الجملة عندما كنت في الثالثة أو الرابعة من عمري تقريبا. كان هذا رد غاضب على جارتي التي كانت بمثل سني. حسب أمي وعلى ما يبدو تكلمت باللغة العبرية قبل هذا الحادث, ولكن هذه كانت الجملة التي غيرت تصرفاتي مع اللغة العربية. منذ ذلك الوقت توقفت عن التحدث باللغة العربية. بدأت أجاوب أمي وأتحدث معها باللغة العبرية فقط, مع أنها كانت لا تزال تتكلم معي باللغة العربية. وصلت التكلم باللغة العربية مع جدتي التي لم تكن تحسن التكلم باللغة العبرية, ومع اثنتين من خالتي فقط. من ذلك الحين تبنيت اللغة العبرية كلغة الأم. في الواقع على مر السنين شعرت بفرح كبير واعتزاز عظيم, لأنني خلافا لأبناء خالاتي الذين ولدوا في العراق فأنا ولدت في إسرائيل الدولة الديمقراطية. ولكن لماذا لا يمكن أن أكون تبرت, أي مولودة في إسرائيل وأتكلم العربية؟ هذا هو جزء مما سأحاول فهمه اليوم. بالفعل لقد أدركت أمريني. الأول هو أنني الأخرى, والأمر الثاني هو أن اللغة العربية هي لغة غير مستحبة وغير مرغوب فيها في المجتمع الذي أعيش فيه. يكتب فرانس فانون في كتابه جلد أسود أقنعة بيضاء أن اللغة تلعب دورا هاما في تحديد الهوية. لكي يتحرر الإنسان الذي يعيش تحت الاستعمار من الإحساس بالنقص تجاه الحضارة المستعمرة, فهو يختار تبني لغة الأمة المستعمرة وحضاراتها. وكلما يتبنى الرجل الأسود قيم المجتمع المستعمر وكلما ينكر سواده سيكون أكثر بياضا. يمكننا أن نجد تشابها كبيرا بين نظرية فانون وقصة حياتي. لكي لا أشعر بأنني أخرى ولكي أصبح محبوبة بين الأولاد, فهمت وأنا طفلة صغيرة أنه يجب علي أن أبتعد عن لغة أمي العربية وأن أمتنع عن استخدامها, وهذا ما حدث. أصبحت اللغة العربية بالنسبة إلي ما كان يسمى لغة العدو, التي يدل استخدامها على انحطاط ثقافي في محيطنا اليهودي, ولذلك اخترت تنكر لها. مع ذلك وعلى الرغم من الكبت, وجدت نفسي في نهاية المطاف أختار في المدرسة الثانوية دراسة اللغة العربية, وهذا على حساب دراسة الكمبيوتر الذي كان قسم الدراسة الأكثر هيبة في المدرسة. من ناحية تعلمت اللغة العربية واستمتعت بدراستها, ولكن من ناحية أخرى لم أجرؤ على التكلم بهذه اللغة. وعندما تكلمت بها أدخلت عليها لهجة أجنبية. نتيجة لذلك اخترت قسم الأدب واللغة العربية في الجامعة. ولكني على الرغم من ذلك
لم أجرؤ على التكلم باللغة العربية. وعلى أي حال كان المدرسون يدرسون العربية باللغة العبرية ما عدا البروفيسور شمويل موري والدكتور دافيد سجيف اللذان كانا يربطان في محاضراتهما بين اللغة العربية والثقافة والأدب العربي. ولذلك كانا يدرسان اللغة العربية كلغة حية وشاعرة تثير في الطلاب المحبة والانجذاب، بينما كان الآخرون يستخدمونها كلغة للبحث فقط. والحقيقة أنني بدأت أتحدث باللغة العربية عندما كتبت رسالة الدكتوراه، وكان موضوع البحث في رسالتي الكاتب الكبير والصحفي الراحل أنيس منصور. بدأنا نتكلم بالإنجليزية، وفي مرحلة معينة تركنا الإنجليزية وبدأنا نتكلم باللغة العربية. اللغة في نهاية الأمر مرتبطة بالثقافة، اللغة العربية مرتبطة بالثقافة العربية، وحقيقة الأمر هي أن التقاء لغتين هو أيضا التقاء بين ثقافتين، وهذا اللقاء بين الشرق والغرب ينعكس في الأدب العربي والإسرائيلي. مثال ممتع لذلك يوجد في رواية الكاتب سعيد كشوع ضمير المتكلم. نجد في هذه الرواية محاميا ناجحا متزوج وله بنت وولد، يعيش المحامي في القدس الغربية ويقرأ شكسبير، يرسل أولاده إلى مدرسة يهودية عربية مشتركة ليس من أجل التعايش بل لكي يستوعب أولاده الثقافة الغربية. المحامي الناجح يرتدي قناع الرجل الأبيض وينظر إلى مواطني المثلث العربي باحتقار، ويصل به الأمر أنه حين يسوره الظن بأن زوجته تخونه مع الرجل العربي وليس يهودي يشعر بالضيق ويتساءل، هو من المثلث؟ إذن خصمه قروي؟ الرجل الذي ربما قرأ كتبا أكثر منه والذي فضلته زوجته عنه كان ريفيا بسيطا تماما مثله؟ هنا أيضا نرى أن المحامي الذي أصله من المثلث يتخذ موقفا سلبيا تجاه المنطقة الريفية التي جاء منها. أزعجه الفكر بأن عشيق امرأته قد يكون من المناطق الريفية، يعني من مستوى منخفض عنه. الرواية غرب الأردن للكاتبة الأمريكية من أصل أردني ليلى الحلبي هي من أروع الروايات التي كتبت في هذا السياق عن التقاء الحضارتين. تتناول الرواية حياة أربع فتيات بنات خالات من قرية فلسطينية. واحدة منهن وهي الشخصية الرئيسية في الرواية سافرت لتدرس في أمريكا، واثنتان تعيشان في الولايات المتحدة، والرابعة لم تترك حدود بلدتها الفلسطينية. واحدة من هذه الشخصيات هي خديجة التي تعيش مع أهلها في أمريكا. خديجة بالذات التي تعيش في أمريكا وتتكلم بالإنجليزية تشعر بالغرابة. من جهة تشعر أنها تختلف عن بقية التلاميذ لأن والديها ليسا من أصل أمريكي، وهي تقول عن أستاذ علم الاجتماع: أريد أن أصرخ في وجهه أنني أمريكية مثلكم كلهم تماما. من جهة أخرى حين تتناقش مع والداتها فإنها تقول لها إنها أمريكية وليست فلسطينية، وتقول لوالداتها باللغة الإنجليزية: أنت فلسطينية أما أنا فأنا أمريكية. خديجة تلتقي في المدرسة برفيقة جديدة وتخجل من أن تدعوها إلى بيتها. عندما اكتشفت الأم هذا الأمر سألت بنتها باللغة الإنجليزية مكسورة إن كانت تشعر بالخجل. هذا السؤال يجعلها في حالة نفسية سيئة وهي تقول: الموضوع ليس خجلي، ولكن هناك أشياء لا يستطيع الأمريكيون فهمها، منها مثلا اللغة التي تتكلم بها أمي. وتتمنى خديجة أن تعيد أمها طعاما أمريكيا وليس شرقيا عندما تأتي الصديقة الأمريكية لزيارتها. تشعر خديجة التي تعيش في الولايات المتحدة وتتكلم اللغة الإنجليزية بالانحطاط. مصدر هذا الإحساس هو أيضا لأن من تعيش معهم لا يعرفون كيف ينطقون اسمها ويتعاملون معها كإنسان غريبة. خديجة تشعر بالخجل لأن والديها لا يجيدان الإنجليزية، وفي نفس الوقت ترفض أن تتكلم مع والدتها باللغة العربية. مع كل ذلك فإن نظرة المجتمع الأمريكي نحوها هي أنها غريبة عن هذا المجتمع. وعلى هذه الخلفية نرى أنه في المجال الثقافي
يعتبر الإنسان الأبيض إنسانا مفضلا بينما يعتبر الإنسان الأسود في درجة منحطة، أي أنه في نقطة التقاء الحضارتين يتخذ الإنسان الأسود موقفا سلبيا تجاه لغته وثقافته هو، ويبذل مجهودا ليشابه الإنسان الأبيض. بالنسبة لنا يمكن أن نقول أن حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة أدت إلى وضع اللغة العربية جانبا، وفي بعض الأحيان نشأت حالة تشابه العداء بين اللغتين وثقافتين. نتيجة لذلك أصبح الكثيرون يتجاهلون التشابه والتقارب القائمين بين اللغتين. نعود إلى خديجة التي تعيش في أمريكا، وهي تتصادق مع شاب يهودي ولكنها تخفي الأمر عن والديها. هذه شخصية تحتل مكانا هامشيا فقط في الرواية، ومع ذلك فإن خديجة تشرح العلاقات بينهما خلال تيار الوعي. مايكل يحب مد خطوط متشابهة بين المسلمين واليهود. أعتقد أنه يريد أن يثبت أننا يمكن أن نكون أصدقاء، وهو يقول في القدس يتوجه المسلمون واليهود إلى وجهتين مختلفتين في سلام، ولكن عندما يأتون إلى أمريكا فإنهم جميعا يتوجهون نحو الشرق. لا أنوي هنا تحليل الرواية ومعناها، ولكن مما قلته حتى الآن يتضح بدون شك أن اللغة هي خط من خطوط التشابه بين اليهود والمسلمين. اللغة العبرية واللغة العربية توأمان. على مر التاريخ كتب اليهود باللغة العربية وتكلموا بها، وكتب كبار الفلاسفة ورجال الدين اليهود نصوصا هامة باللغة التي تعرف بالعربية اليهودية، أي العربية التي تكتب بحروف عبرية. بين هؤلاء الخخام يوسف خيم، الخخام سعدية جاون، وموسى بن ميمون المعروف بالرمبام وغيرهم. في الواقع يمكن القول أن اللغة العربية هي جزء من هوية ووعي اليهود النازحين من الدول العربية، كما أن اللغة العبرية أصبحت جزءا من هوية العرب في إسرائيل. في بعض الأحوال يشعر اليهودي النازح من البلاد العربية بأنه أكثر ارتغابا من شقيقه المسلم في إسرائيل. البروفيسور شمويل موري في كتاب مذكراته بغداد حبيبتي يتذكر طفولته في العراق والشعور بالارتغاب الذي رافقه كيهودي. في المدرسة وصفه الأولاد بأنه يهودي ليبرز أنه ليس مسلما. بعد نزوحه عن العراق وقدومه إلى إسرائيل كان يسمى العراقي أو الشاعر العراقي، وخلال دراسته في لندن قطع الطلاب العرب علاقته معه لأنه يهودي إسرائيلي. إذا كان ذنبه في العراق أنه يهودي، فإن ذنبه في أوروبا وفي إسرائيل أنه عراقي الأصل. نقطة مثيرة للاهتمام هي أنه خلافا لأبحاثه التي يكتبها باللغة الإنجليزية، فقد كتب موري مذكراته باللغة العربية التي هي لغة أمه. من خلال لغة الكتابة يعلن الكاتب أن اتفاقية قراءة الكتاب موجهة خصوصا إلى القارئ العربي. في الواقع فإن الذكريات التي بدأت كمقال في جريدة الإلكترونية إلاف سرعان ما أصبحت فصولا بتسلسل وامتلأت بردود فعل القارئ العرب بشكل عام والقراء العراقيين بشكل خاص. أدت هذه الكتابة باللغة العربية إلى حوار بين الكاتب اليهودي والقاري العربي. على الرغم من أن كتابته ليس فيها تملق للعرب، فإن استخدام اللغة العربية وردود الفعل من القراء أدت إلى إزالة الحواجز وإلى ظهور مشاعر من التعاطف والتضامن. على ضوء هذه الخلفية يمكننا أن نرى أن الحوار يشكل وسيلة لتفهم التضامن، كما يقول الفيلسوف مارتن بوبر في كتابه أنا وأنت. وفقا لبوبر يلتقي الفرد بالعالم كأنت، وحقيقة وجود الإنسان تكمن بين الأنا والأنت، وهذه الحقيقة تتواجد بينهما. يسمي بوبر فلسفته باسم فلسفة الحوار، وحسب بوبر من خلال اللقاء بين الأنا والأنت ومن خلال الحوار بينهما يتعظم الشعور بحقيقة وجود الأنا كمال وجوده. المعنى من هذا وفقا لبوبر هو أن الحوار هو الوسيلة لتفهم مع الآخر. سنحت لي فرصة لمثل هذا الحوار مع الآخر عندما بدأت التدريس بجامعة بن غوريون وبكلية أخوة. من خلال دورة دراسية مع طلاب لغة الأم لديهم هي اللغة العربية، وجدت نفسي أستعد اللغة العربية الكامنة عندي منذ طفولة،
وجدت أنني تصالحت معها وأصبحت أفتخر بأنني أتكلم بها. في حديثي مع طالباتي في نهاية السنة الدراسية قالت الطالبات أنهن يشعرن كأنني واحدة منهن. لابد أن معرفة اللغة والحضارة العربية أدت بنا إلى الشعور بالتعاطف والتضامن. في الواقع وجدت نفسي على خلفية الحوار واللقاء مع الآخر، أحدد هويتي من جديد، هوية تكون فيها لغة أمي العربية متكاملة مع شقيقتها العبرية. شكرا. شكرا دكتور سجال، وكمان شكرا على التزامك الدقيق في الوقت 15 دقيقة. المحاضرة التالية هي للدكتور رفيق أبو بكر من كلية بيت بيرل، يعطي محاضرة حول على خط التماس العربية والعبرية في إسرائيل. تفضل. سأتحدث عن ظاهرتين لغويتين متشابهتين ومتناظرتين، ناتجتين على ما يبدو عن التغييرات التي طرأت في المجتمعين اليهودي والعربي، سواء من الجانب الاقتصادي المجتمعي أو من الجانب اللغوي في العبرية وفي العربية العامية والفصحى. الأول تتعلق بالجانب المعجمي والآخر بالجانب المورفولوجي. بداية لابد من إلقاء نظرة موجزة على حياة العرب واليهود وتعايشهم في هذه المنطقة قبل قيام دولة إسرائيل وبعدها، وكذلك على مكانتي العربية والعبرية وأهميتهما ومدى استعمالهما في الأوساط الرسمية في البلاد. بدأ اليهود بالهجرة إلى البلاد بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول في سويسرا عام 1897، رغم الصعوبات الجمة التي واجهتهم إبان العهد العثماني والتي خفت بشكل ملحوظ من بداية الانتداب البريطاني، أي بعد انهيار النظام العثماني ووعد بلفور سنة 1917، كما وكانت هجرات عربية من أقطار عدة إلى هذه المنطقة. تكلم اليهود في بادئ الأمر بلغات عدة، ولكن سرعان ما تغلبت العبرية على هذه اللغات وخاصة على منافستها اليديش نتيجة ما يسمى بصراع اللغات أو بحرب اللغات، ملحمة تصفوت، وذلك بعد العمل الدؤوب لإحيائها من قبل الطلائعيين اليهود وعلى رأسهم العزر بن يهودا، ونتيجة المكانة التي حظيت بها اللغة العبرية كلغة رسمية في عهد الانتداب البريطاني بعد الإنجليزية والعربية. أما العربية بلهجاتها المختلفة فكانت لغة العرب السائدة بما في ذلك لهجات اليهود الشرقيين، وكان من العرب من تحدث بلغات أخرى كالأفغانية، الشركسية، السودانية، الألمانية، التركية وما إلى ذلك. كانت العلاقات العربية اليهودية حسنة أحيانا، حيث كانت علاقات أخوية ومتينة نتيجة المشاكل الحياتية المشتركة التي واجهتهم. أنا أتحدث عن قبل قيام دولة إسرائيل، يعني أذكر في طبرية كان النساء عربيات اللي يرضعن أولاد من اليهود. وكجزء من الترسيخ في البلاد تفاخر اليهود بلبس الكوفية، وتحدث قسم منهم بالعربية الفلسطينية، حيث نرى أثر العربية جليا أيضا على اليديش وعلى العبرية، وكذلك بالعكس من اليديش موجود في اللغة العربية في منطقة في كثير من مناطق المثلث كلمة كشكا، كشكا اللي هي مصارين، كشكا بيديش من الألماني، كشكا النبريش المي اللي بنسكب فيه، نبريش أنا بقوله نبريش أو بشبيش أو بربيش، فكشكا أجت لمنطقة عارة، منطقة كفر قرع بيستعملوا هاي الكلمة، هاي كلمة من اليديش. لما نلعب الشد بنقول فريش، فريش أيوة فريش برضو كلمة من اليديش، التزاخن الكل بعرفها مش من زمان نسيناها. وأيضا كانت العلاقات أيضا علاقات سيئة أحيانا نتيجة لأعمال العنف التي كانت تسود في هذه البلاد. بعد قيام الدولة أصبحت العبرية والعربية اللغتين الرسميتين، ولكن العبرية كما ذكر سابقا هي اللغة المهيمنة، وعلى أرض الواقع هي اللغة السائدة، وعلى ما يبدو قد همشت العربية من الأكثرية اليهودية ومن بعض شرائح المجتمع العربي. برضو احنا كثير بنستعمل العبرانية لما نحكي، ما واحد بيجبرنا انه احنا نستعملها.
إن العبرية كما هو معروف عامل أساسي في حياة المواطن العربي، وهو بحاجة إلى العبرية للاندماج في الحياة في الدولة. إن كل من ينظر إلى العامية العربية في إسرائيل وإن اختلفت بعض الشيء في لهجاتها لأسباب تاريخية مجتمعية وديموغرافية يجد أنها تتطور بصورة تختلف عن تطور اللهجات العربية في الدول العربية نتيجة تأثير العبرية. ماذا نسمي هذه اللهجة العربية في إسرائيل؟ هنالك عدة أسماء: عربية، عربرية، العربية المعبرنة. ازداد تأثير العربية على العبرية العامية بعد قيام الدولة نتيجة الهجرات اليهودية من دول عربية متعددة تتكلم بلهجات عربية مختلفة. فمن اللهجة المغربية دخلت كلمات مثل كسيسة، إخناج، من العراقية شبحة، من اليمنية جحنون سحوق، ومن السورية أبو أربع. غير أننا نلاحظ أن تأثير العربية على العبرية في السنوات الأخيرة غير ملحوظ تقريبا إلا في كلمات تتعلق بالسياسة والعسكرة. يصعب أحيانا على الشاب كان عربيا أو يهوديا تحديد ما إذا كانت كلمة معينة هي عربية أم عبرية، ولكن الأمر بحاجة إلى دراسة أعمق. مثل شايش، رحت أحط أرتب شايش، شايش كلمة عربية ولا عبرية؟ أنا مش عارف، أنا بستعملها في العربية فهي عربت بالنسبة لي، هي كلمة عربية. كلمة شمينت، شو بدي اروح اقول لصاحب الدكان تبع عمل فحم يعطيني لبن ولايت، ما بيعطينيش شمينت، شمينت دخلت للكلمة فأصبحت جزء من القاموس العربي. وبدي اروح ابحث الى ابعد من هذا، انا بقتبس من فضيلة الشيخ احمد نطور، كتب مقال عن هذا الموضوع. شو بقول؟ المنهيل العبوداها المعلم الشغل، شو بقول للعامل؟ ولك ابعد المسعيت والبايجر، أنا لو تلستميش بزي، ابعد المسعيت والبايجر لأنه في العلام في عرس. بعدين سمن العموديم اللي طالع من الكواديح واعمل كاف بالخيط عشان تأخذ قوذة على الرتسبا وتحط الكتسيم. شو بكل العامل؟ بكل العامل بسادر، سادر ولا يمك. لما بتيجي المشيفة بتفوت من الكنيسة رشيت مش دارخ العلام. بعدين المسعيت مبتخة، إذا ضربوها إحنا ربحانين لأنه الكلاف الكنافس مليه هيك هيك بده أحلفة. هذا عند الإخوان العرب، بتصور إنه هذا تشتوت من واحد من الطيبة إذا أنا مش غلطان يعني اللي حكاه. من جهة ثانية بتصور أنا ما كلت، بروح عند الشباب اليهود بسمعهم شو بيحكوا، إيزي فشلة عشيتي هيوم، والله تفوقي إتي لسيرت هيوم سمعتش إزي أخلى سيرت خبيبي، إزي شافة صحتين سبابة الله يستر. بالي لي يتخفف مع شعور، زي تلميذ بخطاء يود ومير، بالي لي يتخفف مع شعور، إزي أحبلك مو بلاتة، هو مجنون معفن سمك، إزي فضيحة يا أستا، كمو أنا لشما يا روكا، إزي فضيحة يا أستا، أني يتن له بأبو أبوها بثرجي، شمع ماشي صاحبك ومير لخا عزوف التفريخة عزوت. أقصد أود لو يدخلتي بارساني لو دايم زينك مرة زي رفشة أو لو أنا ماش لو يدخلتي زي زي طاق دماء. أقصد لضيق الوقت سأتطرق إلى موضوعين زي ما قلت سابقا، موضوع المعجم وبتأمل برضو موضوع المورفولوجيا. المعجم ذكر سابقا من محاضر سابق الدكتور كيال أنه يعني المعجم هو أكثر مجال اللي فيه تأثير لغة على لغة أخرى، يعني الكلمات بسرعة بتفوت. فأمرار بنلاقي عدم وجود المقابلة العربية مش معناته أنه الكلمة لا نستطيع أن نترجمها، إلا الكلمة العبرية هي الدارجة. لما أنا بشوف مكتوب بريزي ومكتوب بالعربي بريزي بحرف الباء، حتى مش بالباء مع ثلاث نقاط، أو عيت سزايت، المنتجات الغذائية، شو بدنا نقول عن تونة ولا عن الشبانة اللي قلناها؟ كمان بنشوف اسم المنتوج مع اسم الشركة أو صاحب المنتوج، يوغورت تنوفا، بدون فحص ما إذا كانت يوغورت أصلية في العبراني أو مأخوذة من كلمة من لغة أخرى، هي أتتنا من اللغة العبرية. بنوك، بنك لأومي، هابو عليم، الهيستدروت، الشلات، الميكروغال، تراكتورون، مونيت، أنو بكل سيارة أجرة عندنا في منطقتنا الكل بكل مونيت. نقحرت الكلمة العبرية إلى العربية،
بالجرائد شفتها، مسحاق حزير بأحرف عربية، مجدلور كمان عبرية في نص بالعربية في جريدة حديث الناس مكتوب، مطلوب بدروشين مطلوب عوفيد بالعبراني، عوفيد باع الهسكلاء أكاديميت مطلوب. توفر الكلمة العبرية، إن توفر الكلمة العبرية أكثر من الكلمة العربية لدى العربي يؤدي إلى استعمالها في حديثه لأسباب تتعلق به هو، حيث نرى كلمات عبرية كثيرة مستعملة في عاميتنا ولها مقابلاتها العربية لا تعتبر كما ذكر سابقا ككلمات أجنبية. أضيف إلى القائمة بعض الكلمات، والله امبارح بكيت بالكنيون، الكنيون حتى مش الكنيون، كنيون كداي إنك تروح على الكنيس، روح إذا مطلع لك 50 شيكل من الكسبومات، كسبومات كان أكلت منات فلافل كل اللي كيام أنا مكيرت زي يا أخي ليش وين السدران اللي هون أذاك هو وين السدران؟ تأخرت أنا لأنه بكى في مبكك الشارع، بكى في بكاك والله في مفساع، اشتريت اليوم أحلى قميص، بكى مفساع بالعفولة كان وهلوم بجرة. وكمان بنسمع تعبير زي واحد مثلا بيعمل إيش مليح، والله كولا كافود، يعني كولا كافود إذا بقولها بتيجي أحلى من كل الاحترام، أنا يعني بتمسخر مش إنه بتيجي أحلى فعلا يعني ما دخلش، بس هاي الإشي مستعمل. كتابة الكلمة العبرية بحروف عربية على في لافتات الشوارع، هذا إشي جديد للبعض يعني أنا متأكد إذا مش للأغلب اللي بدي أقوله. نرى في السنوات الأربع الأخيرة بصورة واضحة أن أسماء بلدان كانت متداولة ومعروفة في الوسط العربي قد اختلفت وحلت مكانها أسماء عبرية كتبت بأحرف عربية، مثل اسم مدينة بيسان تم تغييره إلى الاسم العبري ويكتب بالعربية بيت شآن بأحرف عربية وراحت بيسان، وكذلك بئر السبع يكتب بئر شيفع بأحرف عربية. طبعا مش في الكل التغيير مبلش، يعني في كرمات من النوع ومكملين. يعني في سنة 2009 قرر وزير المواصلات معتمدا على قرار لجنة الأسماء الحكومية ومجمع اللغة العبرية أن يكتب الاسم العبري بنقحرة عربية، أدى ذلك إلى إضافة 3 أحرف للغة العربية على اللافتات، اللي هو حرف البي اللي هو البي الباء مع 3 نقاط، حرف الجا اللي هو جيم وثلاث نقاط، وحرف الفا اللي هو فا وثلاث نقاط. هاي بنشوفها مثلا زي بيتح تكفا نكتبها باء 3 نقاط، تكفا الفا فا وعليها 3 نقاط، هاي أحرف جديدة طبعا للألف بيت الألف باء اللغة العربية. فالجديد اللي رايح يصير وبدأ انه يصير كلمة الخديرة، الخديرة ستكتب في اللغة العربية حادرة ألف وكسرة تحت الدال حادرة، وموجود هون بس لديك الوقت بديش ادور عليه، تقدر تدور عليه دوره. طبرية، طبرية كنا بنعرف طبرية بنكتبها بالبيت، بس في كارمات اللي رايحين تشوفوها اذا مش السنة السنة الجاي اللي وراها انه بدل البيت ستكتب حرف الفا زي طفيريا بالعبراني، يروشلايم احنا دائما بنشوف اورشليم القدس ستكتب، انا بحكي من مصادر موثوق بها، ستكتب يروشلايم باحرف عربيه. الموضوع موضوع وقت، يروشلايم فيش القدس انتهت. وكمان صفد ستكتب تصفات، نصرات الناصره العربيه نصرات ستكتب، عكا انا بعرفها من نعم ايش بتكون مش فاهم، في ناصرة واحدة مش حد يقول ناصرة العربية لما في واللي فوق الشيء ما فيش نتسيرت عليه بس انا بحكي عن الناصرة العربية هي اللي رايحة تتسمى نتسرات، راح يكتب على على الكارمات نتسرات رايحة تشوفيها انت. انا شفت كارما يفيع، يفيع بالعربي يفيع اللي هي يافت الناصري. يا اخي كيف بدنا المحاضرة من خلصتش انا طيب طبعا السياسيين والاكاديميين العرب عارضوا هاي السياسي وما زالوا يعارضون ونشروا هذه الاشياء في الجرائد الرسميه الى اخره. بالنسبه للمورفولوجيا بدي انتقل للمورفولوجيا، اعطيني 5 دقائق. بالنسبه للمورفولوجيا بنشوف كلمه عبريه مثلا بتلحقها ال، انا انكسر عندي المحشيف اللي استدروت، او مثلا بنشوف مورفيم الجمع والمثنى في كلمه عربيه. انا بكتب من الفحم فتت على دشانت الغضبان، انا بحكي بتشاف يا عمي لهجتي كرويه انا بفتخر فيها، فتت على دشانت الغضبان بقول لها خذ بدي ادفع يسرا كارت، بتقول لي كم تشلوم، بقول لها تشلومين 2،
تشلومين اثنين او جبت توفسين، هذا اللي صار هسه. هاي يعني هذا اللي موجود عندنا. كمان بنشوف مورفيمات عربية لكلمات عبرية ولكلمات عربية في العامية العبرية، مثل مورفيم عربي لكلمة عبرية أبو زكان زبي إفريت، هذا بالعبري. أخو الشيلينج يا ستوم، ومورفيمات عربية لكلمات عربية أبو عقيلة يلا على كيفك بخيات تمشيخو زمزم ربك دينك ماشي تمرتين. كان ضمير متصل أخوك، أي زي أخوك زي وصاحبك، صاحبك بعرفيت زي حذر شلخة، كان هذا صاحبك كان. أول بإفريت زي لا حذر شلخة، إن مش معوت لك النوي زي بس لقى إفري صاحبك زي حذر، ممنا قام أخوك زي حذر ولو حذر شلخة، زي ما تكنوي كن يعني إبد إنت مش معوت. صوتك بالعبراني الضمير المتصل يعني فقد معناه. time is up. طب الخلاصة انه احنا عايشين في دولة اللي اللغة العبرية مهيمنة. انا بعتقدش انه تم تهميشها او يتم تهميشها بقصد. احنا العرب بنحافظ على لغتنا ولازم نحافظ على لغتنا اذا احنا بس ظروف الحياة بتجبرنا انه نستعمل كلمات عبرية وتعابير عبرية في حياتنا اليومية. يعني أنا ما بشوف عداء بين اللغة العبرية وبين اللغة العبرية وبين اللغة العربية، فيش عداوة بخلال. إحنا عايشين وواي ظروف حياتنا. بس ملاحظة واحدة عن إذنك وإذنكم، روحت مرة على الأردن بتت بأوتيل 4 نجوم، شفت هناك فرقة طلاب صف 10 عرب، بسألهم منين أنتوا؟ بيقولون كلولي إحنا من سوريا. هذا الحكي قبل جود 10 سنين، احنا من سوريا. حبيت انا اتعرف عليهم، طلاب ثانويه مدرسه. منين انت؟ بقول لهم انا من عرب 48. الاسم العربي احد الاسماء عندنا هناك في الدول العربيه عرب 48. وكيف عايشين مع اليهود؟ وكيف احكي لنا شويه عبراني. صرت احكي لهم هيك استام جمل بالعبراني، ما شلومخ ما اترتابوني ليخ لشتوت كوس كافيه بخلي يي هاللغه معطلها، لا دشنها تنفاش كلها اخ 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 مش منيحه. سؤال تبعي هي عن جد بتحكي عن هاي اللغه انها مش منيحه ولا لانها لغه شعب اسمه الشعب اليهودي مش منيحه؟ شكرا لكم. طيب شكرا دكتور توفيق. المحاضره التاليه للدكتور عامر دهامشي من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل. محاضرته هي حول الإقصاء والتوطين، الأسماء العربية والعبرية للأماكن في الجليل على اللافتات وإشارات المرور. تفضل. يعطيكم العافية، أنا اختصرنا الوقت وآخر واحد بتنازل عن النظريات بس بشرط تسمعوني. متفقين؟ في محاضرتي سأركز على موضوعين. بداية سأتطرق إلى طرق عرض اللغة العربية واللغة العبرية في أسماء المواقع الجغرافية كما تظهر على اللافتات الخضراء التي تضعها المؤسسات العامة من طرف الدولة. سوف أصنف وأميز التمثيل الظاهر الشكلي للأسماء العربية والعبرية، أي كيفية كتابة هذه الأسماء، موقعها وترتيبها الصوري في اللافتات وحضورها في المشهد اللغوي. وسوف أتناول مسألة النقحرة العربية للأسماء العبرية التي تم وضعها لتسمية القرى العربية المهجرة. أرى أن المشهد اللغوي لهذه اللافتات يحمل مدلولا رمزيا وهو جزء من التفاعل الثقافي السياسي اللاتماثلي واليوم القائم بين اليهود والعرب في المكان والزمان. بدنا يصير يعني على الكاس، هذا الكاس. ايوه ترن باي اوفس. اوكي طيب انا بنتظر معناها. اوكي هذا بتحسبش عليه الوقت؟ لا احنا عم نخلص كل الاحوال. اوكي بعرف شو الساعة، بتعلق شو الساعة. الآن تمام؟ احكي شوي. طيب شكرا. من البداية في محاضرتي سأركز على موضوعين.
بداية سأتطرق إلى طرق عرض اللغة العربية واللغة العبرية في أسماء المواقع الجغرافية كما تظهر على اللافتات الخضراء التي تضعها المؤسسات العامة من طرف الدولة. سوف أصنف وأميز التمثيل الظاهر الشكلي للأسماء العربية والعبرية، أي كيفية كتابة هذه الأسماء، موقعها وترتيبها الصوري في اللافتات وحضورها في المشهد اللغوي. وسوف أتناول مسألة النقحرة العربية للأسماء العبرية التي تم وضعها لتسمية القرى العربية المهجرة. أرى أن المشهد اللغوي لهذه اللافتات يحمل مدلولا رمزيا، وهو جزء من التفاعل الثقافي السياسي اللاتماثلي واليوم القائم بين اليهود والعرب في الزمان والمكان. لذلك يعالج الجزء الآخر من محاضرتي موضوع الأبعاد الأيديولوجية للممارسة اللغوية من وجهات النظر التفسيرية السيميائية المتعلقة بمسألة مكانة اللغتين العربية والعبرية، ومن خلال ذلك سأتطرق إلى مكانة كل من المجتمع العربي والمجتمع اليهودي في إسرائيل. لبحث مسألة اللغة وانعكاسها في الأسماء الجغرافية اخترت عدة لافتات موزعة في أنحاء الجليل. التركيز في المحاضرة هو على تحليل ظاهرة العنونة والبعد البصري هيبتا حزوتي للكتابة، وليس على عرض البيانات الكمية. يعتمد منهاج التحليل الأسلوب البنيوي والسيميائي الذي يرى في العروض المرئية والإنتاجات الثقافية والإعلامية تمثيلا للمفاهيم والرموز الكامنة في البنية العميقة للتمثيل اللغوي. منهاج التحليل مستقى أيضا من النظريات ما بعد الاستعمارية التي تعتبر النص المكتوب أداة للحكم والسلطة، والتي تشكل قوة من طرف الحاكم على المحكوم، ويتيح للحاكم بلورة الواقع حسب مصالحه الأيديولوجية وإظهار العلاقات ذات النظام الثنائي بين الأوروبي وغير الأوروبي، كما قال سعيد فنون وبابا. على هذا الأساس أرى أن هناك نوعين متناظرين من الأنماط في المشهد اللغوي لللافتات الإسرائيلية، أحدهما للإخفاء والاجتفاف، والثاني للتلقي والديمومة. هذان النمطان يتوافقان مع أهداف المرسل أي السلطة، وهما يتعلقان بهوية المرسل إليهم عرب ولا يهود. يتضح من اللافتات التي شملتها عينة الاختبار تميزها بطرق كتابة مختلفة، سأسردها فيما يلي وسأعطي بعض الأمثلة البسيطة. أولا، في بعض الحالات يرتبط أسلوب الكتابة بالتهجئة الفصحى الكلاسيكية التي تستخدم في المعاجم. هذه الطريقة لا تتلائم مع طريقة نطق الأسماء لدى السكان المحليين، وهي تتغاضى عن التنوع اللفظي لدى المجتمع المحلي. مثال على ذلك بئر المكسور. الأهل بئر المكسور بيحكوش بئر المكسور، بيحكوا بئر المكسور بدلا من بئر المكسور. مثال ذا آخر، تمرة في مرج بن عامر تكتب بالتاء وليس بالطاء. ثانيا، نقحرة مغلوطة للاسم العبري إلى حروف عربية وتفتقر إلى التناسق والتوافق. الاسم ألون هجليل تم نقحرته إلى ألون هجليل. جفعات إلا تحولت إلى جفعات إلا، ما أعرفش إذا له معنى جفعات إلا. لعزير تظهر على اللافتة بصورة عزير، فننظر إلى الشرائح. شايفين ألونها جليل بالعربي ألونها جليل. مثال آخر، لعزير بالعبراني كيف كتبت؟ عزير. رماني كتبت رماني، كتبت عزير. ممكن أقرب كمان هاي لللفظ العبري. ثالثا، تشويش في نقحرة الاسم العربي إلى حروف عبرية. لحميرة نقحرت لحميرية. لننظر إلى الشريحة. قبل يبدأ أرجع، أوكي شايفين حميرة كمان باللفظ العربي. بالناس بيحكوش حميرة، إحنا لحميرة فكتبوها بالعربي حميرة، وبالعبراني حمرية أو بعرف شو المقصود. رابعا، معظم
معظم آسف مجمل البلدان العربية تحمل تحمل البلدان العربية اسمين، اسم عربي واسم عبري، في حين لا نجد هذا الشيء في حالة البلدان المأهولة بالسكان اليهود. مثال على ذلك شفار عام وهو الاسم التلمودي، وشفى عمرو، شفنا قبل شوي بديش أرجع أيام موجودة، شفار عام شفى عمرو، رومات الهيب أي شفنا، وهو الاسم الرسمي الذي أقرته الدولة، وعرب الهيب هو الاسم المحلي. الكلمة الأولى في الصيغة العربية تختلف عنها في الاسم العبري، فكلمة رومات ترتبط بخربة رومي، حرفات رومي، قرية رومك، فالروم التي تعود إلى حقيبة الهيكل الثاني والتي وردت في كتاب حروب اليهود ليوسف فلابيوس وفي التوسفتا وفي أماكن أخرى أيضا. لنلاحظ أنه تم تشويش صورة كتابة الكلمة الثانية في الاسم بحيث كتبت الهيب بدلا من الهيب. حالة أخرى نجدها هنا الكارثة الكبيرة في تسومة إفيلايم مفرق عبلين. آتا نشوفون شو بصير في حالة عدم وجود حركات التشكيل كما هو وارد في اللافتات. قد يظن عابر السبيل أن البلدة هي مكان لبيت العزاء، بيت نحوم أفيليم. احتمال لهذا التفسير اسمعوا موجود في الكتاب المقدس، حيث ورد التعبير باسم بيت إيفيل. وحسب ما يرد في هذه اللافتات فإن السلطات المسؤولة عن هذا الشأن اهتمت بكتابة نطق الاسم العبري بحروف عربية. شايفين إيفيلين بين قوسين؟ ولم يتوقف الأمر على ذلك، فإن وجدت 5 لافتات في نفس المفرق تحمل الاسم العبري، بينما تم نقحرة الاسم العربي لحروف عبرية فقط في لافتة واحدة. من قراءة المشهد اللغوي على اللافتات نستدرك أنه في حالات الأسماء العبرية فإن الرقابة اللغوية تتم بشدة، لذا فمن الصعب إيجاد أخطاء بكمية كبيرة كما هو الحال في النصوص العربية، بينما نجد البلبلة والفوضى والأخطاء اللغوية في كتابة الأسماء العربية، ناهيك عن التغاضي وعن اللفظ المحلي وورود ثنائيتان موازيتان إحداها باللغة العربية والثانية باللغة العبرية للدلالة على قرى عربية معينة. هذا الواقع اللغوي الذي يسود فيه عدم التناسق دون التشديد على السؤال إن كان الأمر عشوائيا أم مقصود، فإنه نتاج ممارسة النظام المتأثر بظروف خارجة عن النص. يتضح من هذا أن الواقع في الواقع من هذا الواقع أن ممارسة التخطيط لهذا المشهد اللغوي الذي أوجدته مؤسسات الدولة في اللافتات العامة هو إعراب عن سياسة ليزي فير بالفرنسية، مشيها دع الأمر يفعل كما يشاء. ثمت بعد بصري آخر لموقع العربية والعبرية، وهنا هو أنه في جميع اللافتات دون استثناء نجد طريقة نظام التسجيل الهرمي. ففي بعض الحالات طريقة الكتابة هي ثنائية، من حيث أنه في هذه اللافتات يتم تسجيل العبرية فوق العربية، العبرية بعدين العربية التي توضع في أسفلها، رغم أن كلا منهما هي لغة رسمية حسب نص القانون الإسرائيلي، فلذلك من الأجدر أن تظهر الواحدة بجانب الأخرى. في حالات أخرى أضيفت إلى هاتين اللغتين نقحرة الاسم العربي بالأحرف اللاتينية التي وردت تحت الاسم العربي. بعد آخر يتعلق بالحضور الظاهر لتلك اللغتين في هذا المجال، فإنه في حالات وجود بلدات عربية فقد تم تثبيت اللافتات التي تحمل أسماءها قريبا منها للغاية أو في مشارفها، بينما في نفس المناطق التي غالبية سكانها من العرب فقد تم تثبيت اللافتات التي تحمل أسماء يهودية إلى الطرق المؤدية إلى منطقة هذه البلدان بالتغاضي عن البلدات العربية القاطنة على مقربة منها أو حتى أقرب للمنطقة من البلدات اليهودية. بعطيكم مثال مزقاف محطوطة بتسومة عبلين، بس بعد عبلين بيجي كوكب أبو الهيجة وبعدين مزقاف، بس شو محطوط؟ مزقاف مش كوكب أبو الهيجة. مجالس اللي كل قراها عربية واسمها عبري مع عليه عرام. أوكي نيجي لها الناحية. أما عن الأسماء العربية للقرى المهجرة فهي تحت فئة مقدومة مفقودة وتلوح بدلها أسماء عبرية. أوكي أسماء عبرية، فقد مثال على ذلك إلانية
إيلانية، أما الاسم العربي تاع البلد المهجر اللي هو الشجرة مش موجود. طبعا فيه نقحرة الاسم بالأحرف العربية على أساس الضعيف واللغة المهمشة تستوعبه بدون ما تشك إنه فيه توتر لغوي بالمنطقة، وبدون ما تفكر في مراحل جيوسياسية وتتطرق لإلها. ممارسات التمثيل البصري، هون بختلف عن رفيق، والنص ليست موضوع لغوي بحت، إنما هو تصرف مدروس ويشتمل على مضمون سياسي حضاري يتعلق بالطريقة التي يجب بها تأويل الواقع حسبها. وسوف نناقش هذه المسألة في ثلاثة مجالات. ما أعرفش أنا أوكي نبدأ. أول إشي بنعرف نحكي كشيف، بس ما أعرفش عربي مليح للأسف. هاي اللافتات اللي فيها بروز المظهر اللغوي العبري بالجليل. بالجليل في تفوق سكاني للعرب، بس ظهور اللغة العبرية في الجليل أكثر من اللغة العربية، شو بيعطي توهم إنه هاي المنطقة بسكنوا فيها أكثرية يهودية مش أكثرية عبرية. شغلة ثانية، إذا منيجي بناخذ أسماء الوديان، الخواص الجغرافية، الجلال، التبال، التلال، فيش لها أسامي عبرية، فيش لها أسامي عربية، مكتوبة بس الأسامي العبرية. كمان هذا بيعطي تكثيف للغة العربية وبيغسل اللغة العبرية، بيغسل اللغة العربية، بالرغم من إنه لسكان البلاد في قاموس وافر من الأسماء العربية. المجال الثاني اللي هو الرمزية. استحضار اللغة العبرية بهذه القوة ومنح ظهور بصري ولغوي لهذه اللغة يؤدي إلى تسلسل لغوي عبري في الفضاء الخارجي، وبذلك هو يبدو كنص غالبية أجزائها عبرية. إضافة لذلك، كتابة اللغة العبرية فوق اللغة العربية والفصل بينهما لا هي ذات صلة بمقام اللغة ومقام متكلميها، وهي ترمز إلى مفهومهم حسب آلية النظام. هذا الأسلوب يرمز كما يبدو إلى رغبة المجتمع اليهودي بالانفصال عن الفئات اللغوية التي تعيش في ذلك الفضاء الجغرافي، وإلى الرغبة بأن يظهروا كفئة فريدة ذات خصائص ثقافية واتصالاتية خاصة بها. طيب ما كملناش المحاضرة، بس يعطيكم العافية. شكرا لك دكتور عامر على الالتزام بالوقت. معنا 5 دقائق لأسئلة وكمان الأجوبة، فاللي حاب يقدم 5 دقائق يعني تفضل. مكبر الصوت. بدي أزيد شغلي، ملاحظ جدا أنه أسماء المفارق على طرقات البلاد هي دائما في تجاهل لاسم البلد اللي واقع على المفرق. مثلا مفرق كاسم، هاي كفر قاسم، كفر قاسم مفرق كاسم. مفرق العياضية سموه مفرق ياسيف، انه في كفر ياسيف. مفرق الحلزون صار مفرق تاني ابدا. مفرق مسكني جولاني، مسكني صار جولاني مفرق، وقس على ذلك كثير. شغلة ثانية، في كثير من الحالات وبمعظمها انه بدك توصل قرية عربية كبيرة وفي قسم منها مدن كمان، على المفرق ما بتلاقي اليافطة اللي بتقول هون في ام الفحم، هون في الطيبة، هون في شفا عمر. على اليافطة اول اشي المستوطني او البلد اللي تعداد سكانها يمكن 1000 يمكن 500، وبعدها بيجي القرى او المدن العربية اللي فيها عشرات الالاف. اوكي، فباختصار وملان امثلة من هالشكل. شكرا، تفضل. سؤال لدكتور ابو بكر، האם נכנסו לערבית גם לצד שמות העצם? האם נכנסו לערבית, חוץ משמות העצם שהזכרת בשמות עצם, האם נכנסו גם פעלים עבריים מוטים? כמו למשל שלעברית נכנסו... אני הבנתי את השאלה, תודה. אוקיי. האם יש גם עטיות של פעלים? ואם כן, אז איזה? ואם לא, אז מדוע? שוקרן.
סליחה, אני גם אשאל בעברית. קודם כל רציתי להגיד למארגני הכנס המון תודה ולכל המרצים. זה היה ממש נותן השראה הכנס הזה, אז כל הכבוד לכם. השאלה שלי היא המשך של השאלה הקודמת. היה מרצה גם במושב הקודם, וגם אתה דיברת על הנושא של הדו-לשוניות, קוד סוויצ'ינג. מה שמעניין אותי לדעת, אם זה נעשו מחקרים עקיפים כדי לבדוק את אם יש שיטתיות בנושא של איך השפה שהיום קוראים לה ערברית. וגם אתה דיברת על זה כאילו זה קורה לשני הכיוונים. אבל האמת היא שהיהודים לא מדברים, איך לקרוא לזה, עברבית, אם אתה... זה השפה של המיעוט, הוא בדרך כלל יותר לוקח את השפה של הרוב, כמו שלמשל בארצות הברית, ההיספנים, בשפה הספרדית שלהם עוד בולטת האנגלית, ולא להפך. טוב, שוכר אליך, תפדל, לאסאלה כולה מוג'ה. אתה שאלת בעברית, אתה מעוניין... תקטן לאיג'אבי. אתה מעוניין שאני אשיב לך בעברית? לא, לא, בלוג العربي. טוב. בלוג العربي. الجواب هو نعم. هنالك افعال عربي عبريه تستعمل في العربيه العاميه في منطقتي انا اللي ساكن فيها في منطقتنا. بسال بنت هذاك اليوم بقول لها وين ابوك يا شاطره؟ بتقول لي ابوي بشمر، راح عشمره، ولك حبر عيوط الكهرباء مع بعض. حبرهم، كان حبر عيوط، بتعرف؟ متحني، علي الضمان ويحكي معي متحني. متاحتي هاي سمعتها من طلابنا من في محل الماء بتعلموا يعني هنالك افعال طلع لو انت طالع من ام الفحم على كارما على المشروب اكس ال اكسلها مكتوب اكسلها يعني اشرب اكس ال يعني زي كلها او ضربها او اكسلها يعني اخذوا الفعل من اكس ال دعاية فالجواب هو في هنالك افعال بالنسبة لكل سؤال لكل جواب إلي دقيقتين ولا لفنين دقيقتين بك عندك دقيقة واحدة بك عندك دقيقة واحدة ومنين الجلسة أخذت جواب أوكي بالنسبة للأخت هون إنه الأبحاث يعني تجرى أبحاث في عن مدى التداخل اللغوي بين العبرية وبين العربية ازدادت هذه الأبحاث في بقدر أقول لك أنا بالعشر سنوات الأخيرة يعني في بعض الباحثين من اليهود ومن العرب اللي بيشتغلوا على نفس الموضوع أذكر على سبيل المثال أنا بشتغل على هذا الموضوع الدكتور الأستاذ عبد الرحمن مرعي يهوديت روزنهويس يعني في هناك محاولات برضو أنا قرأت مقالات لناس من الضفة الغربية اللي برضو مهتمين في هذا الموضوع بدون شك أنا اللي بدي أقوله بدون شك إنه اللغة العبرية كل ما طولنا بالحياة وإحنا عايشين يزيد تأثيرها على اللغة العربية وخاصة على اللغة العامية إن رضينا أم أبينا موجودة إحنا نستعمل اللغة العبرية في حياتنا اليومية وأصبح يعني أنا لو بدي أجي أعمل قاموس للهجة الفلسطينية في إسرائيل دكتور شكرا لك دكتور رفيق الجواب وصل كلمة عصير بحط مت شكرا لك سنونيني يعني بحب بالنهاية أشكر المحاضرين دكتور سيجال جوجي دكتور رفيق مبكر دكتور عامر دهامشي على هذه المساهمات المهمة وبدعو الدكتور أيمن غبارية والدكتور يوني لتلخيص المؤتمر شكرا لكم شكرا كثير لازم نترك هون ب 22 معناته عندنا 16 دقيقه انا احكي 6 دقائق وبعدين ايمن 10 دكتور عامر ودكتور سيجال ودكتور رفيق شكرا لكم ومتاسفين تزعلوش منا انه كان هيك جلسه قصيره انا اول شيء انا بحب اقعد هون اوقف هون او اقف هون لانه بصحي من ايمن يشوف كل ملاحظاتي باللغه العبريه شكرا جميل لكليات كل الدلات اللي هون معنا لحد هسه
انا احكي باختصار كما راينا امبارح وايضا اليوم العربيه موجوده في تقاطع من المصالح مرات المصالح ستكون متضربه سوري والعربيه كمان رايناها كموجوده في الوسط في التقاطع بين التصورات احيانا تكون هذه التصورات معارضه ويمكن في خط اللي يربط كل محاضرات او اغلبيه محاضرات المحاضرات المؤتمر انه في نوع من شد الحبل بالنسبه للغه العربيه بسبب هذا التقاطع المصالح من بدايه محاضره القاضي سليم جبران الذي حكى ان الاصطدام يمكن بين المبدا القانوني وقرار الشوفيت براك الرئيس المحكمة العليا براك وكيف اصطدم هذا القرار مع الواقع الإسرائيلي الاجتماعي السياسي محاضرة هليل كوين من امبارح الذي وصف كيف حتى في مكان أكثر مساواة في مدار الثنائية اللغة في اشتباك بين القيمة العالية والعملية للغة العبرية تشتبك مع القيمة الثانوية والهامشية ويمكن تقريبا الاكزوتي تبع اللغه العربيه محاضره تالون فرجمان وسوزي راسك الذي حكوا عن نظام لغوي بالعبري الذي نسيت حرف الحاء والعاء والطاء والطاء امام نظام لغوي هي نظام اللغه العربيه الذي يستلزم هذا التمييز يصري خيزراني لحكم بيرح عن اللغه الذي موجوده في قلب صراع ايديولوجي وكيف مع الطائفه الدروزيه يقتصر بعدهم من الدوله كلما يبتعدوا من الهويه العربيه ومحاضرة القصيدة الممتازة لألموك بهار الذي فيه اللغة العربية أيضا صامتة يمكن رمز للتوتر اللغوي وأيضا تعصف رمز للتقلبات النفس تبع ألموك وأيضا خائفة يمكن رمز للمكان الاجتماعي السياسي اللغة العربية هون وفي محاضرة يائير فلخ الذي شفناها في كيف الرمز اللغة العربية ألا العلام رمز للتراث الفلسطيني وفخور وطني ومحلي وكيف منع استخدام هذا اللغة لأنها تشكل خطرا لأنها رمز للتراث الفلسطيني وإلى آخره محاضرة يودا شنهاب ومحاضرة سيغال جورجي اليوم على طفولتها وشمعون بلاس وإلى آخره أنا أقول كل هذا ليس علي أن أؤكد هذا يمكن مع الجمهور المحترم اللي هون والناس اللي هي واعيا سياسيا ولكن مجبورين أن نقول أنه منذ 1948 موجودة اللغة العربية داخل أو خلال أو في دوامة مصالح عظيمة وكل العملية الطبيعية للتطور والتطوير اللغة والتعليم اللغة الذي مثلا من قبل بروفيسورة إيلانا شهامي هي بتسمي صفات كأورغانيزم خايم وديناميم لغات ككائنات ديناميكية وحية في حالة اللغة العربية في إسرائيل هذه العملية يا مؤجلة يا مرات مشلولة وإذا في خطابين مثلا اللي ممكن نحكي عنه خطاب اللغة العربية عند اليهود وخطاب اللغة العربية عند العرب عند المجتمع اليهودي حكينا عن الإرادة تتعلق بوزارة الأمن وحكينا أيضا كما قال بروفيسور روفين سنير مثلا على غياب الكتابة الجميلة عند اليهود وفي كل هذا يؤدي إلى خطاب الذي هو عن اللغة العربية ولكن يهودي بالأصل وعند العرب الفلسطينيين في إسرائيل رأينا كيف اللغة العربية تستخدم بإيد الحكومات للتطويع domestication الهوية المحلية يا عن طريق اللافتات أو عن طريق الكتب لغة عربية تحكى كعبرية مترجمة بسبب علاقات القوة بين اللغات لغة عربية التي ترحب اللغة العبرية بسبب تشويش الهوية الفلسطينية ونشوف كيف بالخطاب الإسرائيلي يمكن في politization تبع اللغة العربية وعند الطرف الفلسطيني depolitization يعني محاولة لنزع عدم التسييس
اللغة. ولذلك أنا هلأ خلص أستاذ أيمن هذا المؤتمر أنا آمل أنه يكون أكثر من بسيس أمل فقط، ولكن هذا البسيس تبع العمل أيضا يؤكد الظلام، ظلام أنه خلال 50 أو 60 سنة للأكاديمية الإسرائيلية لم شعرنا والأكاديمية لم تشعر أنه في إشي ناقص، أنه اللغة العربية مش موجودة فيها في مؤتمراتها وفي كورساتها. وكمان أيضا من ناحية فان ليغ المحل اللي عقدنا هذا المؤتمر، كمان عدد دقائق أنتوا سترجعوا إلى بيوتكم، وفي يوم الأحد يرجع لهون معهد فان ليغ ويرجع أيضا يتكلموا باللغة العبرية. وبنفس اليوم بيوم اللي بعده إذا أثر بركات، بركات الصديق من التكني، كمان يتم إنزال لافتة للغة العربية من المدخل. ولذلك أريد أن أقول إنه عندنا طريق طويل لحد نخلق هذا التغيير اللي حكينا عنه، وكل واحد منا يفكر كيف ممكن نأثر على جمعياتنا ومؤسساتنا وجامعاتنا لنغير الغد عشان يكون مختلف من الأمس. وشكرا جزيلا لكم، وتفضل أستاذ أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، صدق الله العظيم. استهل كلمتي هذه بهذه الآية من سورة الشعراء كي أؤكد على البعد الحضاري الإسلامي للغة العربية، وكي لا نستمرئ العداء للدين والمتدينين، يعني الذي نراه في خطابات كثير من المثقفين في محاولة استلطاف الآخر، ممكن يكون يساري ممكن يكون، فمن أجل الخلق هيك يعني نوع من فضاءات مشتركة معاه، فبتكون فيه هيك نوع يعني تخفيف الحدة معاه، فإحنا بنقول بحالة استعداء. على كل حال الأهم أنه هذه الآية تذكر في البعد الأخلاقي للغة، لأن اللغة لا تطلب لذاتها إنما لما تحققه ولما ولدورها في صياغة السياقات، سياقات الواقع والثقافة. اللغة قد تكون ماكرة مخادعة مخاتلة وكاذبة، اللغة قد تكون قناعا وستارا وحائط دخان، لذلك اللغة قد تحتل لغة أخرى وقد تستبدلها وقد تتزاوج وتلد لغات جديدة، لذلك لابد من السؤال كيف ترتبط اللغة بالأخلاق، وهل يمكننا الحديث عن عدالة لغوية على مستوى المجتمع؟ أزعم أن السؤال الأول هو الأسبق وهو الأهم، كيف يكون لنا، كيف يكون ما في القلب على اللسان؟ هذا هو السؤال، كيف لنا أن نصب لأن يكون ما في القلب على اللسان؟ كيف لنا أن ننتج لغة نمارسها بعيدا عن فكر السلطان وآليات الضبط والسيطرة المباشرة وغير المباشرة؟ وتلك الأخيرة قد تكون أهم من حيث صعوبة الاستدلال عليها وتسميتها، ومن حيث مكرها في خلق سياقات تبدو طبيعية وتاريخية ومفيدة يمارس الفلسطيني فيها عربيته كإسرائيلي، ويحضر لمؤتمر دراسات فان لير بقناع يتلفظ بياضه على وجه أسود إذا كان لنا أن نتصرف قليلا باستعارة فانون. وفي النسخة الأفضل يبدو كفلسطيني يسعى لأن يتوطن في وطنه. مرة أخرى كيف يمكن أن يكون ما في القلب على اللسان؟ سيزداد السؤال صعوبة واشتباكا إذا فتحنا السؤال أكثر، كيف يمكن أن يكون ما في القلب على أكثر من لسان؟ هل يمكن أن نضحك ملء القلب بأكثر من لسان؟ أن نحضر بكامل شغفنا وشغبنا ريحنا وروحنا لغتنا وهويتنا في لغة أخرى؟ سؤال مفتوح. أعتقد على الأقل علينا أن نحاول، ومن أجل أن نحاول علينا أن نكون على الأقل مطمئنين أننا لن نفقد اللغة الأولى
في الانزياح للغة الثانية، إننا حين نهاجر من العربية إلى العبرية لا نفقد البيت الذي هدم في النكبة، أو البيت الذي أسر فيه امرؤ القيس ظبيا ونعامة وذئبا وثعلبا في بيت واحد، وقد يكون الحصان ما زال يحرسه. لست قلقا على اللغة العربية، هي بخير، إنما أنا قلق على المتكلمين بها. كيف يكون ما في القلب على اللسان؟ الشرط الأول هو أن يكون هنالك قلب، قلب يقتات تقلبه من منابع الوطنية الفلسطينية، القومية العربية، والحضارة الإسلامية. الشرط الثاني هو تهيئة اجتماعية تربوية تسعى للتوحيد بين الهوية واللغة، بين الوجود والكلمة. في هذا الإطار تصبح اللغة سلوكا، وتصبح العملية التربوية عملية سياسية تربط بين الهوية بوصفها انتماء، واللغة بوصفها اكتسابا. بالربط بينهما يصبح الانتماء اكتسابا. كي تكون فلسطينيا عليك أن تربح ذلك، كي تكون فلسطينيا يجب أن تسعى إلى ذلك. من هنا، كما أنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، ولا وطنية بدون وطنيين، لا عربية بدون عرب. وأي عرب؟ هذا هو السؤال. أي فلسطيني؟ هذا هو السؤال. سؤال أخلاقي بلا شك، سؤال تربوي بامتياز، سؤال يحيلنا للسؤال الأساس، لماذا تقدم العرب وتخلف العرب والمسلمون؟ ويحيلنا لإجابات عديدة كلها تنحاز لتمكين القابلية للنهضة. هنالك قابلية للاستعمار، وهنالك قابلية للثورة، وهنالك قابلية للنهضة. لذلك كيف ننهض من هنا إلى غدنا؟ قد يكون هذا مقام حديث آخر، لكن قد تكون هي النقطة الأهم. كيف يمكن أن يكون تعاملنا، تعاطينا مع قضية اللغة العربية في هذه البلاد جزء من مشروع نهضة، جزء من مشروع تنويري تقوده الأقلية الفلسطينية في هذه البلاد؟ وشكرا لكم. شكرا دكتور يوني ودكتور أيمن. أصدقائي، زميلاتي، زملائي، وصلنا إلى ختام هذا المؤتمر. أريد أن أشكركم على الحضور والمشاركة الفعالة، وأريد أن أختتم بما اتفقنا عليه مع المنظمين، بأن نريد لهذا الخطاب أن يستمر، نريد لهذا النموذج أن يتطور. هذه صرخة ودعوة لباقي المؤسسات الأكاديمية أن تحذو حذو هذا النهج. قلت في بداية المؤتمر ليس فقط أننا طرحنا فكرة، ولكن أيضا طرحنا إمكانية تنفيذ. هذه الإمكانية مرت بنجاح، ولذلك نحن نطرحها الآن بقوة على المؤسسات الأكاديمية في البلاد. نأمل أن ننجح، ولكن نأمل، وكما يبدو هذا ما سنعمل عليه جاهدا، أن يستمر على الأقل فان لير ومركز دراسات بالتفكير بجدية بتطوير هذه الفكرة إلى فكرة أوسع، وقد تكون أشمل بالروح التي تحدثنا عنها طوال هذه الجلسات. شكرا لكم ويعطيكم العافية جميعا. شكرا.